عبر خدمة سكايب ينضم إلينا الناشط علاء الشريف من داخل مدينة حلب. علاء، أرحب بك. إلى أين وصلت معارك الثوار ضمن ملحمة حلب الكبرى؟ نعم زميل مؤمن، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع مشاهدي قناة دار الإيمان الفضائية. في الواقع زميل مؤمن، هدوء نسبي يسود ملحمة حلب الكبرى في يومها الخامس. البارحة قوات النظام حاولت عدة محاولات بالتقدم للمحاور، محاور مناشر منيان، قامت بالتقدم عليها وأخذ عدة نقاط فعلا من يد الثوار، ولكن الثوار صباح هذا اليوم قاموا باستعادة تلك النقاط جميعا، وقاموا بالتصدي أيضا لقوات النظام لعدة محاولات. قوات النظام، المعلومات الأولية بأن أكثر من 50 غارة جوية قد قامت بها قوات النظام على المحاور الأمامية لخطوط الجبهة مع الثوار، والثوار يتصدون وهم ثابتون في تلك النقاط، نقاط مناشر منيان. وأيضا الثوار اليوم قاموا بالرد على هجوم قوات النظام باستهداف قوات النظام المركزة في 3000 شقة، نعم. مشروع 3000 شقة، وأيضا وقوع خسائر وإصابات مباشرة لقوات النظام، وتدمير عدد من الآليات وتدمير وقتل عدد من عناصر قوات النظام. نعم، على يعني في الأثناء هل سجلتم أي حركة للطيران الحربية ويعني وقصف جوي على أحياء حلب الشرقية؟ في الواقع زميل مؤمن، لا هدوء نسبي في أجواء مدينة حلب، داخل مدينة حلب المحاصرة. قوات النظام التي تحاصر أكثر من 350 ألف مدني، هدوء نسبي في أجوائها. ولكن قبل حوالي الساعة أكثر من 20 غارة جوية قامت بها قوات النظام، أيضا صوت الطيران مسموع بشكل واضح في سماء مدينة حلب، وخاصة في ريف مدينة حلب. قوات النظام تشن عدة غارات، وأيضا هنالك أنباء عن شن قوات النظام غارتين من الغازات السامة على منطقة الراشدين التي تعتبر خط جبهة بين قوات النظام والثوار، ووقوع عدد من الإصابات في صف المدنيين صراحة. يعني المدنيين أيضا القاطنين في منطقة حلب الجديدة قد أدى القصف بالغازات السامة إلى وقوع عدة حالات إصابات اختناق في صفوف المدنيين القاطنين عند مناطق قوات النظام، ولكن قوات النظام لا تهتم بذلك. المهم عند النظام هو استخدام سياسة الأرض المحروقة، لا يهم عدد المدنيين الذين يموتون، ولكن المهم عندهم هو احتلال الأرض وإعادة السيطرة عليها. شكرا جزيلا لك الناشط علاء الشريف، كنت معنا من داخل مدينة حلب.